الليرة السورية تعود للاستقرار أمام الدولار الأمريكي في عموم المدن والمحافظات، ووزارة المالية تقرر رفع مبلغ الذمة المالية التي تمنع المكلف من السفر إلى 10 ملايين ليرة، وتقارير تكشف عن رفع جديد لسعر مادة المازوت المخصصة لتزويد قطاع الدواجن إلى 8000 ليرة بدلا من 2000 ليرة، وتذبذب في أسعار الذهب في الداخل السوري بعد ارتفاعه بمقدار 13000 ليرة على خلفية تذبذب سعر الأونصة عالميا. كل ده وبالتفصيل هنعرفه مع بعض من خلال الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولتنا اليومية لاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية. بس زي ما احنا متعودين قبل ما نبدأ الجولة، ما ننساش نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في البداية، ففيها الخير والبركة. ويلا بينا نبدأ. أهلا بيكم. عادت الليرة السورية للاستقرار أمام الدولار الأمريكي والعملات في عموم المدن والمحافظات خلال تعاملات اليوم الأحد 14 يناير 2024، ولا تزال مشكلة ارتفاع أسعار السلع هي الأزمة الحقيقية التي يعاني منها المواطنين، وخاصة في الفترة الأخيرة، حيث انعكس أثر ارتفاع أسعار المحروقات في سوريا على الأسواق الشعبية بشكل مباشر، فتضاعفت الأسعار وانخفضت القدرة الشرائية للربع تقريبا، وهو الأمر الذي تحدث عنه الخبير الاقتصادي شادي أحمد في تصريحات صحفية له قائلا إنه لا يمكن استمرار مسلسل رفع الأسعار. وأوضح الخبير الاقتصادي أن هذه الزيادات المستمرة في رفع الأسعار سوف تنتج مستهلكا مفلسا ماديا. ورأى الخبير الاقتصادي أنه في حال الإفلاس يجب أن يعفى الشعب من الرسوم والضرائب وأقساط القروض والالتزامات المادية الأخرى. وقد ساهمت ظاهرة الارتفاعات الجنونية في الأسعار في تراجع كمية الاستهلاك بشكل كبير، حتى أصبح من المعتاد أن يبيت الخضار المعروض بسعر مرتفع أكثر من يوم لدى التاجر، كون الطلب عليه ضعيف جدا، ومن كان يشتري بالكيلو أصبح يأخذ بالحبة. وفي النهاية استمرار هذا المسلسل يعني استمرار الضغط والمعاناة التي يتحملها المواطن البسيط الذي يكافح يوميا لتأمين نفقاته هو وأسرته. ورغم ما يعانيه المواطن السوري من سوء في الحالة المعيشية، أجده لا يزال متمسك بأمال وأحلام عودة الحبيبة سوريا لما كانت عليه من قبل، الهلال الخصيب الذي يربط بين الشرق والغرب. وأقولها وأكررها في كل حلقة إن حييت: بلادك حياتك وشرفك، إن بقيت بقيت أنت وذكرت، وإن فنيت وانكسرت تشردت أنت بين الدول. فالتاريخ إما يذكرك بأفعالك الوطنية المشرفة أو ينساك للأبد. ووفقا لنشرات مصرف سوريا المركزي، سجل متوسط سعر الدولار مقابل ليرة سورية في البنوك رسميا 12657 ليرة وفقا لنشرة المصارف، في حين سجل سعر صرف الدولار مقابل ليرة سورية في المصرف المركزي رسميا 13000 ليرة. واستقر سعر صرف الدولار مقابل ليرة سورية في السوق السوداء ليسجل مستويات 14600 ليرة للبيع و 14400 ليرة للشراء. وبحساب السعر وفقا للسوق السوداء، فإن ال 100 دولار هتساوي 1,440,000 ليرة سورية. وفيما يتعلق بأهم الأخبار في الداخل السوري، وزارة المالية تقرر رفع مبلغ الذمة المالية التي تمنع المكلف من السفر إلى 10 ملايين ليرة. وفي التفاصيل، رفعت وزارة المالية مبلغ الذمة المالية التي تستوجب منع السفر للمتخلفين عن تسديد الضرائب والرسوم المترتبة عليهم من سنوات سابقة أو خلال السنة الحالية في حال وجود أسباب جدية ملموسة إلى 10 ملايين ليرة. على الجانب الآخر، كشفت تقارير عن رفع جديد لسعر مادة المازوت المخصصة لتزويد قطاع الدواجن إلى 8000 ليرة بدلا من 2000 ليرة. وفي التفاصيل، أصدرت الحكومة السورية مؤخرا تعميم برفع سعر مادة المازوت المخصصة لتزويد قطاع الدواجن إلى 8000 ليرة بدلا من 2000 ليرة. وسيطبق هذا القرار بالتنسيق بين وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ووزارة النفط والثروة المعدنية، وفق آلية واضحة ومحددة لتزويد هذه المنشآت بمخصصاتها. وقبل الزيادة الأخيرة، سجلت أسعار الفروج والبيض في سوريا ارتفاع غير مسبوق، مما تسبب في حرمان عدد كبير من الأهالي من شرائهم نظرا لارتفاع أسعارهم مقارنة بالدخل اليومي. وفيما يتعلق بتحركات الذهب في الداخل السوري خلال تعاملات اليوم الأحد، فقد سجلت تذبذب بعد ارتفاعها بمقدار 13000 ليرة على خلفية
تذبذب سعر الأونصة عالميا. وفي كل الأحوال نتمنى تعافي الليرة السورية والاقتصاد السوري، ونتمنى تعافي جميع اقتصاداتنا في الوطن العربي، فكما نؤكد نحن جميعا نسيج واحد. وبالنسبة لأسعار صرف دولار في عدد من المدن والمحافظات السورية خلال تعاملات اليوم الأحد، سجل الدولار في دمشق 14600 ليرة للبيع و14400 ليرة للشراء، وسجل الدولار في حلب 14700 ليرة للبيع و14500 ليرة للشراء، وسجل الدولار في إدلب 15200 ليرة للبيع و15100 ليرة للشراء، وسجل الدولار في الحسكة 15200 ليرة للبيع و15100 ليرة للشراء، وسجل الدولار في منبج 15000 ليرة للبيع و14950 ليرة للشراء، وسجل الدولار في الرقة 14900 ليرة للبيع و14850 ليرة للشراء. أما بالنسبة لأسعار صرف عدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرة السورية خلال تعاملات اليوم، سجل اليورو 15992 ليرة للبيع و15768 ليرة للشراء، وسجل الدولار الكندي 10892 ليرة للبيع و10735 ليرة للشراء، وسجل الجنيه الاسترليني 18616 ليرة للبيع و18351 ليرة للشراء، وسجل الدولار الاسترالي 9763 ليرة للبيع و9614 ليرة للشراء، سجلت الليرة التركية 486 ليرة للبيع و477 ليرة للشراء، وسجل الريال السعودي 3894 ليرة للبيع و3837 ليرة للشراء، وسجل الدينار الكويتي 47543 ليرة للبيع و46867 ليرة للشراء، وسجل الدرهم الإماراتي 3976 ليرة للبيع و3919 ليرة للشراء، وسجل الريال القطري 4013 ليرة للبيع و3955 ليرة للشراء، وسجل الدينار الأردني 20615 ليرة للبيع و20325 ليرة للشراء، وسجل الدينار العراقي 11167 ليرة للبيع و11014 ليرة للشراء، وسجل الجنيه المصري 473 ليرة للبيع و464 ليرة للشراء. وفيما يتعلق بأسعار الذهب في الداخل السوري خلال تعاملات اليوم الأحد، سجل جرام الذهب عيار 24 961 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 22 883 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 21 444 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 18 724 ألف ليرة، وسجلت أونصة الذهب 2049 دولار فاصل 28 سنت، وسجلت ليرة الذهب 6 مليون و548 ألف ليرة سورية اللي بتساوي 461 دولار فاصل 18 سنت، وسجلت أونصة الفضة 329 ألف و376 ليرة سورية اللي بتساوي 22 دولار فاصل 53 سنت، وسجل جرام الفضة في سوريا 10590 ليرة. نكمل جولتنا للاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية خلال تعاملات اليوم، واللي وصلنا فيها لأسعار صرف الدولار في لبنان، واللي سجل في البنك المركزي اللبناني 15000 ليرة، وما زال سعر صرف الدولار مستقر في السوق السوداء في لبنان ليسجل مستويات 89500 ليرة للبيع و89000 ليرة للشراء. دي كانت جولتنا لاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية. لو وصلك الفيديو ما توقفوش عندك علشان غيرك يعرف الأسعار ويعرف تحديثاتها أول بأول. تابعني وادعمني، أنا حسين علي هقدم لك كل جديد في عالم الدولار وعالم الذهب. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.